حزب شعب الحرية الإيطالي صاحب الأغلبية في البرلمان والذي يتزعمه رئيس الحكومة الأسبق سيلفيو بيرلسكوني يسحب ثقته من حكومة ماريو مونتي ما يهدد بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. قرار حزب شعب الحرية جاء مباشرة إثر إعلان سيلفيو بيرلسكوني عن نيته الترشح إلى الانتخابات المقبلة، خطوة يقول الأمين العام للحزب أنجيلينو ألفانو إنها ستجعل من غير المجدي إجراء انتخابات تمهيدية داخل الحزب، ما يفتح الباب واسعا لعودة الكافالياري للحياة السياسية مجددا، حيث يتهمه خصومه بمحاولة الإفلات من ملاحقات قضائية عبر العودة لتقلد منصب سياسي في أعلى هرم السلطة. في المقابل لا يبدو الشارع الإيطالي مبتهجا لعودة بيرلسكوني مجددا إلى المشهد السياسي. أنا لا أفهم لماذا يريد العودة، أرجو أن يفوز بثلاثة أصوات يتيمة في الانتخابات ويعود إلى بيته، يقول هذا الرجل. فيما تقول هذه السيدة: نحن نمر بأوقات عصيبة ولا نريد العودة إلى الوراء، لم نعد نستطيع توفير حاجياتنا ورواتب التقاعد لم تعد تفي بالحاجة. سحب نواب حزب شعب الحرية لتأييدهم لحكومة مونتي يأتي في إطار سعيها لقطع الطريق أمام فوز محتمل لليسار بالانتخابات التشريعية في أبريل المقبل، فسقوط حكومة مونتي سيمكن الحزب من إعادة توزيع أوراق اللعبة السياسية مجددا في البلاد.